هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء ينطلق شوط جديد ودفعة جديدة من دفعات هذا الصباح مع تنافس سن اللقاية لهذا اليوم في هذا المهرجان الكبير مهرجان جائزة زايد الكبرى. هكذا ننطلق مع الشوط التاسع المخصص للابكار المحليات الاصايل، انطلاقة موفقة نتمناها للجميع من خلال وجود هذه الشعارات التي تزين أرضية ميدان الوثبة في هذا اليوم. كما نشاهد ونتابع هذه الانطلاقة، نذهب إلى المركز الأول ونتابع أولى المنافسات، أول التحديات ومقدمة الشوط. على المركز الأول من أعلنت وجودها على المقدمة والصدارة ريمة بشعار سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي، بينما التسلل هناك على الزاوية الأخرى بهذه الانطلاقة وهذا الوجود. كما نشاهد هذا الاندفاع الذي غيرت إلى الصدارة والمركز الأول أمجاد محمد بن عوض بن زيتون المهيري الذي يطلق هذا الاسم على المركز الأول، بينما في المركز الثاني القدوم في هذه اللحظات وهذه الانطلاقة هناك في هذا الاندفاع وهذا الحضور بوجود غارة حمد بن نصيب بن سهيل بن يطبع العامري، وثالثا هذه المتسللة من خلال هذه اللحظات نشاهد الوصول. المايدية القادمة في هذه اللحظات سعيد بن سالم الاكتبي من ياتينا بهذه الانطلاقة، وهناك الوصول في هذه اللحظات والقدوم الذي نلاحظ بوجود الحق بخيت بن سالم بن محمد بن لوتية العامري مقدما شعاره في هذه الانطلاقة وفي هذا الحضور. كما نشاهد ونتابع هذه الانطلاقة القوية من هذه الأسماء القادمة بكل قوة مع هذا الشوط وهذا الانطلاق، وهناك الوصول ايضا بوجود على المركز الرابع من تقدمت في هذه اللحظة القادمة بهذا الشعار. كما نشاهدها ونتابعها من خلال هذه اللحظات من خلال هذا الوجود على رابع المراكز انضمت مخايل حمدان بن حمد بن محمد بن سعيد الدرعي القادم على المركز الرابع، بينما في المركز الخامس ننتقل الى انطلاقة وحضور الوصول بوجود راية عبد الله بن سهيل بن حمد بن يطبع العامري على المركز الخامس، بينما في المركز السادس هنا تقدمت من خلال هذه اللحظات القادمة أرام علي بن خاطر بن هاشم الشامسي مقدما أرام على سادس المراكز، بينما في المركز السابع تقدمت الشاهنية عيسى بن سهيل بن مهنا المحرمي، والمركز الثامن الوصول في هذه الانطلاقة وفي هذا الحضور. كما نشاهد ونتابع هذا الأداء الذي تقدمت به متعبة أحمد بن محمد بن عوض المنهالي على المركز الثامن المركز التاسع، ناخذ القادمة في هذه اللحظة الوصول من غارة هنا في هذا الشوط وهذا الوجود، القادمة المنطلقة بهذا الأداء هناك في هذه اللحظات حمد بن نصيب بن يطبع العامري، والتقدم على المركز العاشر بوجود القادمة هناك الوصول من ياسة علي بن عبيد بن سعيد بن مرشد السبوسي. هكذا نتيجتنا مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء للمراكز العشر الأوائل، وخلف العشر أسماء قوية أسماء مترقبة أسماء منتظرة حامل الجديد دائما في هذه المنافسة في هذه الانطلاقة على أرضية ميدان الوثبة على عاصمة الميادين. عودتنا إلى المركز الأول
هناك على مقدمة الشوط، على المقدمة الأولى. الله يا سلام، هذه يا راية عبد الله بن سهيل بن يطبع العامري الذي يقدم راية، راية على المركز الأول كما نشاهدها ونتابعها على مقدمة الشوط. بينما بن زيتون يأتينا ثانيا محمد بن عوض بن زيتون المهيري الذي يقدم شعاره على المركز الثاني من خلال هذه اللحظات. المركز الثالث الواصلة في هذه الانطلاقة وفي هذا الوجود كما نشاهد ونتابع الانطلاق القادم في هذه اللحظة من المايدية سعيد بن محمد بن سالم بن خليفة الاكتبي. بانت المنافسة القوية، بانت الشعارات، بينت الشعارات بهذه الانطلاقة الجميلة كما نشاهد ونتابع الانطلاق الأخير إلى أين الفوز والانتصار. الله يا هذا التجمع، عودتنا للمركز الأول لنتابع مقدمة الشوط. هذه هي في المركز الأول راية، راية 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 حاملة راية الفوز. هنا عبد الله بن سهيل بن حمد بن يطبع العامري المركز الثاني القادمة هنا على المركز الثاني مثايل عبد الله بن مبارك بن حمود المنصوري الثالث تقدمت في هذه اللحظات القادمة إلى المركز الثاني من خلال هذه اللحظة. القدوم الانطلاق من شواهين مساعد بن سويد بن قران المنصوري، المنصوري القادم بكل قوة، ولكن من غيرت إلى المركز الأول هناك متعبة أحمد بن محمد بن عوضي المنهالي، المنهالي يقدم لنا هذا الاسم. ولكن المركز الثاني القادمة هناك شواهين مساعد بن قران المنصوري، وهنا غيرت إلى المركز الأول، غيرت إلى الصدارة مثايل عبد الله بن مبارك بن حمود المنصوري. بالعوضي قادم في اللحظات الأخيرة ليقدم متعبة، متعبة ومثايل، ولكن متعبة إلى المركز الأول، إلى الصدارة الأولى. الله يا متعبة، هذه هي متعبة على المركز الأول. سلام يا بالعوضي، سلام سلام بالعوضي، تهانينا والناموس إلى مالك متعبة أحمد بن محمد بن عوضي المنهالي من انتصار بالمركز الأول، ويعلن هذا الانتصار. بينما في المركز الثاني مثايل عبد الله بن مبارك بن حمود المنصوري المركز الثالث يذهب إلى انطلاقة الثالث هناك بهذه الانطلاقة. ود مبارك بن سهيل بن ربيع المحرمي المركز الرابع هناك في هذه اللحظات، رابعا يذهب الى حضور وانطلاقة شواهين مساعد بن سويد بن قران المنصوري. بينما في المركز الخامس هناك يذهب الى حضور ووجود مثيرة سعيد بن مظفر بن محمد العامري. تهانينا والناموس الى مالك متعبة احمد بن محمد بن عوضي المنهالي الذي انتصر بالمركز الاول واطلق لنا هذا الاسم المميز بالاداء في اللحظات الاخيرة مع هذه النهاية الجميلة لهذا الاسم. التوقيت 7:29 ثمانية من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للمالك متعبة أحمد بن محمد بن عوض المنهالي. بينما في مركز الوصافة كانت مثايل عبد الله بن مبارك بن حمود المنصوري حيث أدت أداء ممتاز 7:31 ثمانية من الأجزاء من الثانية. بينما في المركز الثالث يذهب إلى انطلاقة وحضور ود مبارك بن سهيل بن ربيع المحرمي حيث سجل التوقيت وقدره 7:32 جزءا واحدا من الثانية. تهانينا للجميع.